أدعو إطارات ولاية المغير وعلى رأسها السيد الوالي إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي نحو الاحتراف والعمل في إطار تشاوري مع حسن الإصغاء والإنصات والتوجيه للمواطنين العامة منهم والنخبة وفتح المجال واسعا لفعاليات المجتمع المدني الذين أكدوا على محك الأزمات أنهم إلى جانب إخوانهم المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقا لقيم الديمقراطية التشاركية